الأجواء الاحتفالية في ملاعب النسخة السابعة من الشان زادها تميزا حضور العائلات التي أضفت جوا غير مألوف في المدرجات. جبنا وليداتنا يشوفوا ويتمتعوا بهاد لي جو. الله يبارك، معاملة تري تري بيان. الله يبارك، الله ما شاء الله، كل حاجة منظمة، كل لي فامي بلاصة، كل شيء، الناس محترمين، مام الجماهير تاعنا الله يبارك ما شاء الله، قاع متربيين وقاع نعرفوا وقاع نحترموا لي فامي. بون جبت لي زونفون بور لا بروميير فوا يجوا يدخلوا للستاد، جيت على خاطرهم، سي توت افي نورمال نديروا ان ساكريفيس بور لي زونفون. وجيت باسكو مي نوفو جاو باغافون، هما اللي قالوا لي كلش منظم، يا بلوس دو سيكوريتي اي تو. التنظيم المحكم للدخول وخروج الانصار رافقته الكثير من القرارات التي استحسنها الجميع، ومنها منع التدخين داخل الملاعب. الشان كانت دورة خاصة، وهي كانت دورة بدون تدخين، يعني طبقنا هنا عملية تحسيسية في الملعب في مركب الأولمبي ميلود هدفي بولاية وهران. يعني كان في حملات تحسيسية في المدرجات في عند الدخول. من البديهي أن يكون ممنوع داخل الأماكن التي تحدث فيها منافسات رياضية، وبالتالي نحن نأمل أن تعمم ونشجع على هذه المبادرات التي ستكتسح ملاعبنا مستقبلا إن شاء الله. هذه المبادرة هي مبادرة مليحة، باسكو علاش؟ التدخين أولا حاجة الأولى مضر بالصحة، وكان لي فامي العائلات اللي يدخلوا الملعب وكاين اطفال صغار ما ينجموش التدخين، وهذا التعليمه اللي ديروها تفيدنا وتفيد المواطن والمناصرين اللي يدخلوا الاستاد. مدى بين هذه المبادره يطبقوها باش تتعمم على كل الملاعب على مستوى الوطني. شان الجزائر يثبت ان الجمهور الجزائري لا يفوت المواعيد الكبرى، بل يؤكد انه طرف في معادله النجاح كلما تعلق الأمر بحدث رياضي تماما كالذي شهدته الألعاب المتوسطية بوهران.